هذا ويأتي إطلاق عام الخير 2017 على إثر اختتام فعاليات عام القراءة 2016 الذي شهد نشاطا معرفيا غير مسبوق على مستوى الإمارات والعالم العربي، ليضيف العام الجديد إنجازات جديدة في سجل العمل الإنساني والتطوعي داخليا وخارجيا. بعد أن أسدل الستار على عام القراءة الذي شهدت فيه الإمارات نشاطا مكثفا من خلال أكثر من 1500 برنامج وفعالية ومبادرات محلية وإقليمية سعت إلى تكريس ثقافة القراءة في المجتمع الإماراتي عبر جهد مؤسسي متكامل، ها نحن نقبل على عام جديد أراده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه أن يكون عاما للخير. هذه الخصلة التي اقترنت بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيامها في عهد زايد الخير والعطاء. نشكركم كثير كثير عبنا ما حد اهتم فينا غير انتم. وكل واحد بدي بإشي لناس مساعدة الله يعطيه في أولاده ويعطيهم إن شاء الله وصحة البدن يبعد عنهم الظالمين إن شاء الله ويفتحها في وجوههم وين ما راح. عام جديد نقبل عليه ونحن محملون بمسؤولية ليست كأي مسؤولية، فهي اتجاه الإنسانية. فالمجتمع بدءا من أصغر أفراده مرورا بمؤسساته العامة والخاصة وصولا إلى الحكومة معقود عليهم الأمل ليقدموا مبادرات وبرامج ترسخ مفهوم المسؤولية المجتمعية وروح التطوع وخدمة الوطن. هي راية قيادة، راية حكومة، الحكومة وجهتنا والحكومة طلبت أن المتطوعين يتطوعون لخدمة الوطن، خدمة المجتمع. هذا واجب إنساني وإحنا طبعاً بنقوم في هالواجب. بلادي عطتني، بلادي سوت لي، بلادي ما قصرت فيني، فأنا ليش اليوم أقصر؟ أمثلة الخير والعطاء محلياً مستمرة على مدار الساعة، فمختلف القطاعات تطلق عبر مسؤوليتها المجتمعية المبادرات المتنوعة سواء للأفراد أو الأسر أو الفئات العمالية وغيرها من المؤسسات التي تطوعت في سبيل الأرض والبيئة، إلى جانب الفرق التطوعية التي تركت بصمتها في مختلف الأنشطة والفعاليات. ونقول ان الامارات زي ما يقول العالم كله انها اماره الخير، اماره العون. دوله الامارات شكرا جزيلا. والله واشكرها كثير كثير. وعلى سبيل المثال لا الحصر، امتدت ايادي الخير الاماراتيه الى مختلف بقاع الارض، فكانت بمثابه طوق النجاه للمحتاجين والمتاثرين بظروف الحروب والازمات والكوارث. فجنود الامارات ورجال الهلال الاحمر والمتطوعون شكلوا فرقا متحده تعمل بهمه عاليه لضمان وصول المساعدات بمختلف اشكالها الى كافه الدول المستغيثه. فكان نتيجة ذلك أن تبوأت الإمارات قائمة الدول المانحة بسخاء عالميا. احنا أول دولة في العالم يفتتح مخيم في اليونان للاجئين السوريين. والله يجزاهم الخير، دولة الإمارات جابونا على المال الترفانات هنا. الله يعطيكم العافية ويجزاكم الخير. فزعتكم اليوم لن تنسى. ولأن الإمارات سطرت إنجازات دولية في العطاء والبذل، تعاظم المطلوب منها في العام المقبل عبر الاحتفاء بالخير ونشره وتعزيزه وتعميمه وتوسيع دائرة نطاقه وحجم المشاركة فيه كماً ونوعاً، امتثالاً لرغبة قيادتنا الرشيدة ولقيم تأصلت في نفوس أبناء الإمارات والمقيمين فيها. لا بد أن نتعاون كلنا في أعمال الخيرية. سعادتنا ما في جمع المال ولكن في توظيفه للبلاد والعباد المحتاجين، وإن شاء الله أننا مستمرين. بأي نطالع شو تحتاجون وشو الأمطار خربت عليكم. نأمن بلادنا، نأمن أهلنا، نأمن عيالنا، نأمن أحفادنا بالخير اللي الله أعطانا.
كبيرة بس الهمم أكبر.